إذا كنت من المتابعين الجدد، اشترك في قناة سوق عمر ولا تنسى تفعيل الجرس كي يصلك كل جديد، ووضع لايك للحلقة. أصدقائي متابعي قناة سوق عمر، ستكون حلقة استثنائية هذا المساء. كنا كالمعتاد في جدول الحلقات بالنسبة لقناة سوق عمر، كان يوم الأربعاء حلقة أسبوعية تتضمن علم النفس أو العلوم الكونية أو التكنولوجيا إلى آخره، وكان يوم الأحد درس في تربية الطيور أو كيفية تقديم الفيتامينات والأدوية إلى آخره. لكن هذا المساء سيكون مميز، هنالك حدث هام يجب أن أتحدث عنه، وهو معرض الطيور أو البطولة الوطنية الثانية لعلم الطيور، حدث مهم جدا كتبت عنه الصحافة وتحدث عنه الإعلام السمعي، فهو فرصة لعشاق الطيور بمختلفها كي يكونوا في الموعد المنتظر، وذلك يوم السبت 8 ديسمبر، وسيكون الافتتاح على الساعة 9 صباحا. الدعوة عامة للجميع والدخول مجانا، كونوا في الموعد أصدقائي ولا تفوتوا هذه الفرصة. فالمعرض يحتضن حوالي 2000 عصفور، فيهم 120 فصيلة طيور نادرة. أيضا المعرض سيكون فيه عرض وبيع، وسيكون فيه مسابقات وجوائز، وأيضا عروض تنشيطية للكبار والصغار. أصدقائي كما قلت وذكرت سابقا، الافتتاح يوم السبت 8 ديسمبر على الساعة 9 صباحا بقبة رادس، فكونوا في الموعد. والآن أترككم مع عضو في هذه الجمعية يتحدث إلى إذاعة الوطنية بخصوص هذا المعرض. بطولة وطنية لعلم الطيور أيام 8 و9 ديسمبر، هذه للعموم شكون نهار السبت والأحد مش جايين، لكن اللي من بعد. هالبطولة هذه فيها ناس باش تتبارى، لكن باش تتبارى بعصفر، هذا ما باش حكينا عليه. محمد أمين الورتاني اللي هو رئيس جمعية محترفي تربية وعلوم الطيور، صباح النور ومرحبا بيك. صباح النور، مرحبا، عايشك. إذا الجمعية هذه فتية كما يقولوا، جمعية جديدة لمت الناس المغرمة بالعصافر، لكن أي نوع من العصافر؟ باهي، أول حاجة حبيت نشكر الإذاعة الوطنية على الاستضافة هذه. مرحبا بكم. حبيت نشكركم على الاعتناء بالعمل الجمعياتي بصفة عامة. مرحبا بكم. صحة عايشك. حبيت نحكي لمحة صغيرة قبل ما نحكي على الجمعية والبطولة وكل شيء، حبيت نحكي على الغرامة هذه في تونس، تربية الطيور. تربية الطيور هو موروث ثقافي خذيناه من عند جدودنا وحاولنا باش نطوروه ونقدموا بالغرام هذايا. الناس التوانسه الكل ربيت عصافر في ديارها، ربينا البيروش الكنال وربينا البومزين افيك نو مويان دو بوغ كما نقولوا احنا. بشويه بشويه تخلقت الجمعيات، وفما اتحاد عالمي لعلم الطيور اللي هو ينظم المجال هذا. فما اتحاد عالمي اللي هو يلزم تنضوي وتحته انتم. يعطيك الصحة. الاتحاد هذا ينظم المجال تعلم الطيور، عمل معايير عالمية، عمل دي ستاندار لكل عصفور. كيما نقولوا احنا انشيان دوغاس، انشا دوغاس، فما ان وازو دوغاس. هذاك علاش تخلقت الجمعيات في تونس باش ينظموا المجال هذايا. وفما عنا في تونس برسك فما 7 جمعيات منضوية تحت شبكة علم الطيور بتونس اللي يرأسها سي نور الدين البحري. نذكر منها جمعية القيروان، جمعية جابس، سيدي بوزيد، صفاقس، يعني الغرام هذايا لازم نذكروا انه غرام موجود في الجمهورية الكل. موجود في الجمهورية الكل. فما ناس مهبلة متاع عصافر، صحيح الناحية، صحيح صحيح. الحاجة اللي باهية بالنسبة للغرام هذايا مس شرائح المجتمع الكل، الصغير الكبير، راجل المرأة، الفقير الغني، معناها الناس الكل، الناس الكل مغرومة بالطيور. وفي الختام عزيزي المشاهد، لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس كي يصلك كل جديد، وضغط بلايك لهذه الحلقة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.